الكل قاعدين مع بعض ومجتمعين. بدي احكي لهم الشي اللي مخبيتيه عنه ومو ناويه تقولي. شبك؟ ليش صافنه فيني؟ قصدي ما رحتي زرتي دكتوره اليوم؟ لانه كان بدك ولد وعيلتنا مفكره انك رح تجيبي لهم اياه، وبدك الدكتوره تساعدك ليكون عندك هذا الولد. تعرفي من زمان انا شاكه بموضوع الطفل، بعرف انك مو حامل بس ما خبرت حدا من العيله لانه ما كان عندي دليل. بس اليوم اخيرا صار معي دليل. مو رحتي عملتي شويه تحاليل؟ ما عندي نتائج التحاليل لانه بتطلع بكره، بس معي التقارير اللي بتبين بشكل واضح انك مو حامل، واللي بتفضحك قدامه وانك ما بتجيبي اولاد بحياتك. ابريتا، انا اكتشفت كل شيء، وانه انت كذابه ومو حامل. ايه صح. بريتا، شو عم بيصير؟ استنوا شوي. كاران. ايه؟ اسمعني، خلينا ننزل لتحت هلا. شوفي ليش خايفة؟ تعا معي، لازم نقول الحقيقة لكل العيلة هلا. بريتا، لازم نحكي للكل الحقيقة وهلا. استني شوي، ما اتفقنا أنا وياكي إنه تنطري؟ بالوقت المناسب بنقله. هذا الوقت المناسب، ما فينا ننطر أكثر من هيك، يلا تعا معي كاران. وقفي شوي، ليش مستعجلة؟ بس يطلعوا النتائج بنحكي. لا، ما فينا ننطر النتائج حتى تطلع، لأنه يمكن شيرين هي اللي تحكي للكل قبلنا. بدي إلكن شغلة ضروري تعرفوها. شو عم تحكي انتي؟ حاولت احكي الحقيقة بلونافلا للكل بس ما سمعتيني، والحقيقة هي انه بريتا مانا حامل. شيرلين، شو هالتخبيص اللي عم تقولي؟ يا ستي عم احكي لك اللي شفته بعيوني. انا حملت قبل هلا وبعرف منيح كيف بتتعامل الوحده مع حالها وبتنتبه على كل شيء وهي حامل. بريتا ما عم تتصرف هيك ولا حرف. شيرلين اسكتي، اذا لسه بتحكي كلمه تانية ما رح سامحك بحياتي كلها. كنت بعرف انه انتي وستي رح تتصرفوا معي هيك اذا خبرتكم، بعرف ما رح تصدقوني لأنه أنتي بتحبي بريتا كتير ومفكرتيها شخص مثالي، وأنا بحبها كمان وهي فرد من عيلتي، بس الحقيقة ما فينا ننكرها. أنا كنت حامل كمان، ولما عرفت كنت طايرة من الفرح والأرض مو واسعتني، بس لما خسرت ابني انكسر قلبي من الزعل عليه. بس كنتوا مبسوطين لما عرفتوا أنه بريتا حامل وما عاد شفتوا شيء قدامكم بالمرة. ما كان بدي ازعجكم وخبركم كل هاد لاني بعرف منيح قديش رح تزعلوا، لهيك حكيت للعمه كارينا. عمتي بتتذكري لما خبرتك من فتره انه بريتا مانا حامل؟ شو قلتي وقتها؟ رح اثبت انه بريتا مو حامل قدام الكل. ما عم افهم عليكي انتي، شو صار لك شيرلي؟ ما بعرف ليش عم تحكي هالحكي كله. شبك؟ روحي قبل ما افقد اعصابي واحكي شي يزعجك ويخليك تزعلي، ما تعودي تحكي هيك حكي ابدا. يلا خليني ذكرك، قلتي لي انه اذا كان فعلا حمل بريتا كذب وكانت عم تكذب ما رح تسامحيها ابدا. وفوق الصبح كلكم بهدلتوني وعيطتوا علي، انا طلبت من الخاله سارة تجي لهون لانه بريتا كانت مزعوجه وكانت متضايقه. وقتها كانت متوترة كتير وكانت عم تبكي. نحنا كلنا منعرف الإنسان لما بيشوف أمه قدامه بينسى الوجع والمعاناة اللي عم يمر فيها، لأنه الأم هي مصدر الحنان والراحة لكل واحد فينا، صح حكي؟ كان لازم بريتا تواجه كل هالمشاكل
كان لازم تواجه مشاكل بسبب سونا وحملة. كان بدي أتأكد إنه بريتا مستقرة عاطفياً، لهيك حكيت مع خالي سامي. بس ما فهمتوا علي وما كنتوا تصدقوني. أنا من زمان كتير كنت بعرف إنه بريتا مو حامل، بس مجرد إنه تأكدت من اللي شاكة فيه كان بدي أخبركم فوراً. أنت شو قصدك باللي عم تحكي؟ شو يعني شكوكك تأكدت؟ بريتا حامل صح؟ عم قلكن مانا حامل. بكفي. كارينا، انتي ما عملتي معها شي لما قالت لك هيك؟ تصرفتي كأنه ما حكت شي. كان لازم ما تسكتي لها على كلامها هاد، مثل ما عملت راكي هلا. بس لا، سكتتي لأنك ما ضربتيها. هيك كانت النتيجة هلا. بس أنا ما بصدق هالعادات القديمة وما عندي هالتفكير هاد. بس متأكدة من شي واحد، شيرلين ما تجاوزت الشي اللي صار معها بالماضي ولساتها عايشة فيه. صح ما قدرت تصير أم، بس جنت وطار عقلها من راسها على الآخر. إيه، أنت عم تخربي جو عيلتنا. هي لازم ترتاح شوي. يلا تعي ضبي لها شلاتية وخلوها تروح تضل مع أمها كم يوم. رح تتغير مجرد ما يتغير الشيء اللي حواليها، أو رح تتهم الباقي بشغلات مجنونة وتتحاسب بالمقابل. يلا روحي. أمي شو هالحكي اللي عم تقولي؟ سمعتي اللي قلته؟ سمعتيه كتير منيح وما بترجع عن كلامي. عندي كتير تجارب بحياتي، ما كان بدي أقول هيك، بس لازم أحكي. ليك وأنا أكبر حدا بالعيلة هون، ما كان بدي أقول هيك شيء، بس في نسوان معقدات ومريضات عندهم عقليات مريضة، ما بيتحملوا يشوفوا غيرهم مبسوطين، ما بيتحمل عقلهم هذا الكلام، بصيروا يعملوا شغلات مجنونة، وهي هيك صارت تعمل. ما فيك تصيري أم؟ مشان هيك بتغاري، وبريتا هلا حامل، كل هذا غيرة مو شي تاني. كنت بعرف ومتأكدة رح تقولي لي هذا الحكي القاسي ستي، مشان هيك ما خبرتك الحقيقة لحتى يكون معي دليل واضح لكل شيء قلته. أنا في عندي دليل ورح يثبت لكم إني ما عم أكذب بنوب، وبريتا هي الكذابة. ما رح تخبر حدا، ليش مفكرتيها رح تحكي؟ لأنه قالت لي إنها بتعرف كل شيء وناطرة الكل ليجتمعوا بالطابق التحتاني مشان تخبرهم الحقيقة، بدها تحكي للكل. يلا كاران. أنا رح أحكي مع شيرلين، هي تحت؟ إيه تحت. بريتا بدهم ياكي بالطابق اللي تحت انزلوا، لو سمحتوا بسرعة. يلا تعي